استاذه فاتن تتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه فاتن تفضلي. حضرتك انا كنت يعني بالنسبه ابو ولادي، والدهم اتوفى من اسبوعين رحمه الله، ربنا يجعله في سحر الجنه يا رب. احنا بقى ما كانش في علاقه بيننا وبين من 20 سنه، فاحنا يعني المهم ان هو طلبنا قبل ما يتوفى بيومين ودفناه وعملنا الواجب ناحيته يعني. نعم. بس للاسف من اسبوع ناس ياما اتصلت بينا ان هو عليه ديون وعليه قضايا وعليه مبالغ جامده. فاحنا دلوقتي حتى لو مصاريف الجنازه هتطلع لاولاده مش هتكفي ده كله، فاحنا مش في حيره، مش عارفين نبرا ذمته ازاي ولا نسدده ازاي. هو كان بيتعامل معاهم بارصاص، انا مش عارفه يعني. احنا الوقت حيرانين مش عارفين نعمله ايه، لان برضه مهما كان المبالغ كبيره. طيب. والناس ما ناس مرتبيه وناس يعني ناس ما عندهاش ضمير، كانت شاكيه بمبالغ كبيره. كويس. انت حضرتك دلوقتي استاذه فاتن بتسالين نعمل ايه لو هو مات وعليه ديون كتيره لا نستطيع ان احنا نقوم بسدادها وليس عنده تركه تسدد منها الديون، صح كده؟ لا لا. طب انا هجاوب على دلوقتي مش عايزين نقصره برضه عشان خاطر ربنا، عشان برضه حرام ان هو يبقى مديون بالطريقه دي. هجاوب على ماشي. هجاوب على حضرتك استاذه فاتن. استاذه فاتن سالتني بشكل واضح بتقول لي ان هو مات لا عنده تركه ولا هم يقدروا يسددوا دينه. اول حاجه لا هم يقدروا يسددوا دينه، ما حدش بيطلب منهم ان هم يستدينوا عشان يسددوا دينه، لان في الحقيقه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح الدين ده عليهم ان هم يسددوه اذا كان هناك تركه، واذا كانوا هم يستطيعوا ان هم يسددوا الدين بانهم كان عندهم اموال. ما عندهمش اموال ليس عليهم ان هم يقوموا بتسديد هذا الدين. ولذلك المساله ببساطه عليكم ان انتم تجتهدوا اذا كان توفر اليكم مال تسددوا هذه الديون. أما إذا كان هذه الديون لمؤسسات، في مؤسسات بتسقط الديون عندما يتوفى الشخص الذي عليه دين، فإحنا لو استطعنا أن احنا نعمل كده فإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون الأمر أحسن. طب أنت حضرتك بتسألي بقى، طب هو إذا هو ما تسددش الدين اللي عليه وما كانش معانا أموال نسدد الديون اللي عليه، لو أنه كانت هذه الديون بغير تقصير ولكن هو قام بهذا فخسر بسبب جائحة أو بسبب أي تغيرات من التغيرات الاقتصادية ولم يكن هناك تقصير، إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. أما إذا كان هناك تقصير فإن شاء الله وفي رحمة ربنا وفي فضل ربنا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، وإن شاء الله ربنا يحمل عنه ذلك ويعفو عنه إن شاء الله. فندعو الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عنه، وإذا كان هو لم يترك سدادا لهذا الدين، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. ولكن إحنا علينا أن إحنا نجتهد أن إحنا نسدد للناس ديونهم، فإذا لم نستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.